بين أكوام القمامة يبحث اليمني عن طعام يسد به رمق جوعه، بينما يجري الأطباء عملياتهم من دون معداتهم اللازمة للجراحة. بهذه الكلمات يلخص الإسكندر فايت رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في اليمن في مقال له نشرته مجلة فورين بوليس الأمريكية. يكتب فايت في مقاله عن اليمن التي ترزح تحت نير الحرب وانعدام الخدمات ووباء الكوليرا، ويؤكد أن ما رآه في اليمن يمثل كارثة حقيقية. لكن ما رأيته في اليمن هو أكثر صدمة مما تخيلت، يقول فايت، حيث يظل المواطنون عرضة لاستهداف القناصة كما يقول. تعد تعز في نظر رئيس وفد الصليب الأحمر صورة مصغرة عن الحرب اليمنية، حيث لحق الدمار البنى التحتية مثل المستشفيات وخطوط أنابيب المياه، شبكات الكهرباء والمراكز الصحية. الوضع رهيب في تعز، يقول فايت، فالقوافل الإنسانية تمر بأكثر من 100 حاجز أثناء نقل البضائع من عدن إلى شمال اليمن. ويبدو الحل في نظره رهينة المجتمع الدولي الذي يجب عليه استخدام نفوذه لضمان تسيير الإغاثة بشكل آمن. اليمن على شفا مواجهة مجاعة، والأطباء المحليون يكافحون لوقف انتشار وباء الكوليرا، هكذا يحذر الصليب الأحمر. ولأن اليمن لن تستطيع الصمود وحدها، فإنه يجب على كل الدول انتشالها من هذه الأزمة التي بحسب الصليب الأحمر ستغرق اليمن في تسونامي من المآسي التي لا يمكن إيقافها.